السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في المحاضرة الأولى من الأسبوع الثالث للفصل الدراسي الجامعي 2020-2021. أتمنى لكم أسبوعا موفقا، ونبدأ بسم الله المحاضرة الأولى لهذا الأسبوع، والتي سوف نتحدث فيها عن شابتر 2 الخاص بالبلانت ديفيجن أو تقسيمات النبات. طبعا قبل أن نتكلم عن تقسيمات النبات، لابد أن نلقي نظرة سريعة عن تقسيمات أو ممالك الحياة. بدأت تقسيمات ممالك الحياة بواسطة العالم لينوس، حيث قسم ممالك الحياة إلى مملكتين أساسيتين: مملكة الأنيميليا اللي هي الأنيمال بلانت الأنيمال كينجدوم، والبلانتي اللي هو البلانت كينجدوم. يعني كان بيعرف إنه في عندي بلانت وأنيمال، ولكن بعد اكتشاف الميكروسكوب وتشخيص أو التعرف على الخلية النباتية ومكونات الخلية النباتية وتكوين تيشوز اللي هي من الخلايا، تبين بأنه هذا الأبروش غير صالح للاستخدام العلمي، فتطور إلى أن وصل إلى وجود حوالي 6 ممالك للحياة. يعني أول أبروش كان لينوس 2 كينجدومز، بعدين تطورت إشي لثري كينجدومز، لغاية ما أصبح عندنا 6 أو 5 ممالك للحياة. طبعا تقسيم ممالك الحياة بناء على اللي هو أول حاجة معرفة إنه الخلية السل هي الوحدة البنائية للكائنات الحية. مجموعة السيلز بتكون تيشوز، والتيشوز بتكون أورجن، والأورجن بتكون اللي هو السيستم، والسيستم زي ما انتم عارفين بيكون الأورجانيزم اللي في النهاية بيكون البوبوليشن والكوميونيتي، فالإيكو سيستم، فالبيوم، فالبيوسفير. يعني عندنا حاجة اسمها البيوسفير أو الغلاف الحيوي، مشابهة للأتموسفير، للهيدروسفير، لحاجة زي هيك. تعريف البيوسفير هي عبارة عن المسافة ما بين أعلى منطقة في الأتموسفير وأكثر منطقة منخفضة في الليثوسفير اللي هو في الأوشيان في قاع المحيط، ويوجد بينهما لايف. طبعا بدأت الأمور كلها بوان سيل، فكان عندنا مجموعة المنيرة هي عبارة عن الكائنات الحية اليونيسيلولار اللي إلها بريميتيف نيوكليوس، يعني بروكاريوتيك بسموها منيرة، بسموها منيرة منيرة إذا منيرة. فبعدين بعد المنيرة إجا عندنا البروتيستا اللي هي ممكن تتمايز إلى تيشوز وفيها طبعا نيوكليوس حقيقي، وبعدين صار عندنا المملكتين الأساسيتين، مملكة الأنيميليا والبلانتي اللي هو مملكة النبات والحيوان اللي بيتمايزوا إلى تيشوز معينة. إذا هذه هي الأساس في تقسيمات الحياة. تعال نشوف الأبروش اللي عندنا. أول أبروش عندنا كان هو عبارة عن التو كينجدومز، المملكة الأولى بلانتي، وهذه بتشمل كل بلانتس والبلانت لايك اورجانيزمز، بمعنى انه الفلاورينج بلانتس والالجي والفانجاي، وكمان اللي هو الفانجاي والالجي والموسيزز، وحتى البتيردوفايتا، وكل هذه الكائنات البدائيه والزهريه والبذريه واللابذريه كلها تنطوي تحت اطار مملكه البلانتي اللي هي مملكه النبات. أما مملكة الأنيميليا اللي هي مملكة الحيوان، اشتملت في ثناياها على اللي هو كل الكائنات الحيوانية الحقيقية اللي هي يونيسيلولار، بالإضافة للبروتوزوا اللي هي البدائيات. بعدين صار عندي 3 كينجدوم، تطور هذا الأبروش لثري كينجدوم، إنه البكتيريا أصبحت بعيدة عن مملكة البلانتي وكونت مملكة لحالها اسمها منيرة. المنيرة هي عبارة عن جاي من منيرة من مونو، يعني يونيسيلولار، وطبعا تشمل البروكاريوتيك بكتيريا والسيانوبكتيريا، وبعدين البلانتي والأنيميليا. بعدين صار عندي 4 ممالك تشمل المملكة الأولى منيرة اللي هي بتشمل اللي قلنا البروكاريوتيك بكتيريا، وبعدين البروتيستا اللي بتشمل الطلائعيات بما فيها الألجي والبروتوزوا والفانجاي، وبعدين البلانتي والأنيميليا. وبعدين صار عندي 5 كينجدوم اللي هو المنيرة اللي هي بتشمل البروكاريوتيك بكتيريا والبروتيستا اللي بتشمل الألجي والبروتوزوا والفانجاي اللي بتشمل اللي هي الفطريات بكافة أشكالها
والبلانتي اللي هو مملكة النبات، والأنيميليا اللي هي مملكة الحيوان. لكن هذا هو المعروف حاليا صراحة. ولكن فيما بعد تم تقسيم المنيرة إلى قسمين، قال لك في الأركيا، الأركيا أو الأركيبكتيريا بسموها الأركيا أو الأركيبكتيريا. الأركيبكتيريا الأو طبعا هذه مش موجودة، أركيبكتيريا، أركيبكتيريا أو أركيا بنسميها، هذا عبارة عن البكتيريا القديمة اللي بتعيش في ظروف بيئية قاسية، ممكن أنك تلاقيها في السولت ووتر، تلاقيها في الهوت ووتر، في الينابيع الكبريتية اللي هو السلفر سبرينجز، تجدها في الظروف الهوائية عن ايروبيك كونديشنز بالضبط زي اللي هو بنسميه البكتيريا الميثان. وفي أيوبكتيريا اللي هي البكتيريا الحقيقية الموجودة everywhere اللي جزء منها باثينوجينيك وجزء منها يستخدم في الميديسن. وبعدين البروتيستا اللي بتشمل الالجي والبروتوزوا. بعدين بيجي عندي الفانجاي وهي مملكة كبيرة جدا، وفي عندي البلانتي، وفي عندي الانيميليا. تعالوا مع بعض نشوف هذا الملخص البسيط في الفيديو البسيط، بس عشان يعني يكون عندكم فكرة عن هذه الممالك. Okay, let's listen together. As we know, there are different types of organisms living on this planet. These living organisms are quite enormous in number and highly diversified in their characters. For better approach, living organisms have been classified into different groups by different workers. Carl Linnaeus, known as the father of classification, classified organisms into two kingdom systems, Kingdom Plantae and Kingdom Animalia. But this system had a number of demerits. Subsequently, R. H. Whittaker, an American taxonomist, in 1969, proposed the five kingdom classification and divided the living world into five kingdoms: Monera, Protista, Fungi, Plantae, and Animalia. Whittaker's five kingdom system is based on five factors: complexity of cell structure, complexity of an organism's body, mode of nutrition, lifestyles, and phylogenetic relationships. Let's understand these five factors one by one. The first factor is the complexity of cell structure. On the basis of the nucleus and other characteristics, two types of cells are recognized. The first type is a simple primitive cell known as prokaryotic cell, as in the case of bacteria and algae. The second type of cell is an eukaryotic cell, which has a complex structure and is found in fungi, plants and animalia. The second factor is the complexity of an organism's body. The earliest organisms were unicellular. Later on, complex eukaryotic forms evolved, and in due course of time, they evolved into multicellular organisms. The third factor is the mode of nutrition. There are two modes of nutrition: autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. The process by which organisms synthesize their own food is known as autotrophic nutrition. For example, plants and certain bacteria. In heterotrophic nutrition, organisms depend on other organisms or plants for their food. Heterotrophic nutrition is of three main types: holozoic, saprophytic, and parasitic. Holozoic mode of nutrition refers to the intake of solid food and breaking it into a simple form. In case of saprophytic nutrition, organisms obtain their food from dead and decaying organic matter, while in case of parasitic nutrition,
Organisms depend partially or completely on other organisms for their food, causing damage to the host organisms. The fourth factor that was considered while making this five kingdom system is the lifestyle. On the basis of the lifestyles, organisms have been put into three groups. The first group is that of producers. Plants which utilize light energy, water and carbon dioxide to synthesize their organic food are producers. The second group based on lifestyles is that of consumers, which are animals that consume either plants or other animals to survive. The third group is that of decomposers, such as bacteria and fungi, which depend on the dead remains of plants and animals for their food and decompose them. The last and the fifth factor is the phylogenetic relationship. Phylogeny is the evolutionary history of organisms and an index of true relationship among organisms. All kingdoms are arranged to show the probable phylogenetic relationships among them based on fossils and other evidences. Such arrangement allows us to visualize an increase of complexity with evolutionary time. Let's look at each kingdom one by one. The first kingdom is Monera, which represents the earliest group of organisms. They are the most numerous of all organisms, with a single drop of water, estimated to contain 50 billion bacteria. Monerans are unicellular. Okay, نكتفي بهذا القدر من هذا الفيديو واللي كان بوضح اللي هو ممالك الحياة والأسس اللي تم اللي هو تصنيف الممالك على أساس. أرجو أنكم تلخصوا هذا التقصير العوامل هذه تلخصوها باللغة العربية حتى تكون واضحة لكم. مش مهم تعملوا لي سبمشن إلها، يعني اللي بده يعملها سبمشن ممكن تكون زي بونس، بس اللي مش هيعمل اتس اوكي يعني، بس بتضل زي ما قلت بنك للمعلومات لكم. نتكلم عن هذه الممالك باختصار شديد جدا. أركيبكتيريا، وتم اكتشافها عام 1983، وهذه الأركيبكتيريا موجودة في كل مكان في الهوت، في كل مكان في بيئات يعني صعبة بسموها extreme condition، في الهوت ووتر، في السولت ليك، في الظروف اللاهوائية، في السلفر هوت سبرينجز. مثال عليها اللي هي الميثانوجينيسيس بكتيريا. في الايوبكتيريا، وهذه الايوبكتيريا هي التروبكتيريا الموجودة في كل مكان، وهي طبعا مفيدة وضارة في نفس الوقت. البروتيستا، وهي طبعا تشمل اللي هي الالجي والبروتوزوا، والفانجاي اللي هي الهيتروتروفيك انيمالز، والبلانتي اللي بتشمل الفلاورينج بلانتس والنون فلاورينج بلانتس والسيد سيدنج بلانتس والسيدلس بلانتس، يعني النباتات اللي هي البذريه واللا بذريه، والانيميليا او الانيمالز والهيتروتروفيك انيمالز، طبعا بتشمل حوالي 1 مليون نون سبيشيز. احنا اللي بهمنا في الموضوع اللي هو مملكة النبات او البلانتي. الصحيح ان النباتات تقسم بناء على عدة عوامل. العامل الاول اذا كان هي differentiated to root and shoot system، يعني well differentiated body and the presence or absence of specialized tissues for transportation. النوع الثاني اذا لها vascular system، المحور الثاني اذا لها vascular system والا واذا ما لهاش فاسكولار سيستم. والمبدا الثالث خلينا نقول للتقسيم تاع مملكه النبات اذا كان لها سيد او ما لهاش سيد. اذا البلانتي كينغدم، تقسيمات المملكه النباتيه مبنيه على ثلاث اقسام. اذا كان هي ديفرنشيتد تو روت اور شوت سيستم، يعني البادي از ديفرنشيتد، هذا واحد. اثنين اذا هي فاسكولار ولا نون فاسكولار، يعني فيها تيشوز مخصص للفود اند ووتر ترانسبورتيشن. ثلاثه لها قدره على انها تتكاثر بواسطه السيدز، ولا هي ملهاش سيدز من اصلا، من اصله سيدلس بلانتس. فحنبدا في اول تقسيمه اللي هي تقسيمات حسب الوجود السيد.
مجموعة السيدلز بتشمل اللي هي الديفيجن التالية، الديفيجن الأولى الثالوفايتا، وهذه الثالوفايتا إنه البادي كانت بي ديفرينشيتد تو روت أور شوت سيستم، وما فيش فيها روت ولا شوت، ما فيش فيها سيد، وبتعتبر لوريست بلانتس أوف ذا بلانت كينجدم، وهي طبعا بتشمل في ثنياها البكتيريا والألجي والفنجاي اللي هي الطحالب والبكتيريا والفنجاي، وهذه طبعا كائنات بدائية، وطبعا بتتكاثر بواسطة اللي هو الديفيجن الفيشن اللي هو الانشطار الثنائي، وما فيش فيها زي ما انتم عارفين اللي هي سيد، بسموها سيدلس بلانتس. اما المجموعة الثانية اللي هي البروفايتا، وهذا عبارة عن اشي ارقى من الطحالب، والبادي كان بي ديفرنشيتد يعني بارشلي، يعني ممكن يكون فيها اشباه جذور واشباه اوراق وليست كامله، ولكن ما فيش الا فاسكولار سيستم ايضا زيها زي الثالوفايتي، والها حاجه الها ستيم بسيط، الها ليف لايك ستراكشر ولها روت لايك ستراكشر، وطبعا ما فيش فيها فاسكولار تيشوز، وبتعتمد في عمليه نقل الفود والووتر على حاجه اسمها الديفيوجن او الابسوربشن، ومثال عليها حناخذ المسسز او الحزازيات. اما المجموعه الثالثه من اللي هي السيدلس او بنسميها كريبتوغامس من يوم طالع، اللي هي السيدلس بلانتس اللي هي بتيردوفايتا، وهي هذه ارقى الكائنات اللابذريه لانه لها فاسكولار تيشوز، والبادي تاعها كان بي ديفرنشيتد تو روت وشوت سيستم، ولها ستيم ولها ليفز، ولكن لا زالت ملهاش سيد بذور، وبالتالي تتكاثر عن طريق السبورس لابوار السبورس الموجوده على الاوراق تاعتها، ومثال عليها الفيرنس حناخد والميل فيرنس السراقس والسرقس الذكر من النباتات الطبية المشهورة. اللي ذكرناهم كلهم هم عبارة عن سيدلس بلانس او الكريبتوغام او الكريبتوغامي او الكريبتوغامز، اللي تشمل في ثنائها الثالوفايتا والبروفايتا والبتيردوفايتا. البتيردوفايتا هي ارقى واحدة فيهم لانه لها فاسكولار تشز. المجموعتين الثانيات اللي هي الجيمون سبيرم والانجي سبيرم، هذا عبارة عن النباتات البذرية او اللي بنسميها فانيرو جامز، وحنأخذها الآن فيما بعد فانيرو جامز، وهذا تتميز بأنه فيها بذور وأنه البادي كان بي ديفرنشيتد تو روت أند شوت سيستم. بس الفرق الأساسي بين الجيمون سبيرم والأنجي سبيرم أنه الجيمون سبيرم بالسيد بتكونش موجودة في الفروت، السيدز آر نوت انكلوزد إن ذا فروت نيكد بنسميها عاريات البذور. أما الديفيجن الثاني الأنجي سبيرمز، وهي بتكون سيد بيرينج بلانتس، وبتكون اللي هي السيدز انكلوزد إن ذا فروت تيشوز، وتقسم إلى قسمين مونوكوت وداي كوت، وحنرجع لهم بنوع من التفصيل بعد ما نتعرف على اللي هو اللوحة هاي المهمة جدا اللي بتحدثنا عن الأسس العلمية لتقسيم اللي هو مملكة النبات. أول أساس إذا كان البادي differentiated ولا not differentiated. إذا كان not differentiated بمعنى أنه ما فيش شروط ولا شوت سيستم على الإطلاق، فهذه المجموعة بنسميها الثالوفايتا. أما إذا كان differentiated يعني بمعنى إلها روت أو شوت ولكن ممكن يكون جزئي أو كلي، فبالتالي تقسم إلى قسمين في هاي الحالة. إذا كان differentiated to root and shoot system بشكل واضح بتكون half vascular tissues، وإذا كان طبعا فقط فيها أشباه جذور وأشباه أوراق وما فيش فيها vascular tissues بنسميها non-vascular tissues. لكن non-vascular tissues طبعا هذه بنسميها مين؟ بنسميها البروفايتا. البروفايتا برضو نفس الشيء ما فيش فيها سيدز، لكن إذا كان فيها فاسكولار تيشوز تقسم إلى قسمين، إذا كان ما فيش فيها سيدز وفاسكولار بنسميها بتيردوفايتا، إذا كان فيها سيد وفاسكولار at the same time بنسميها فانيرو جامز، وهذه الفانيرو جامز تقسم إلى قسمين أنجيو سبيرمز والجيمون سبيرمز. وكأني بقول لك إنه الثالوفايتا والبروفايتا والبتيردوفايتا هدول كلهم مع بعض كريبتوغامز او كريبتوغامي يعني سيدلس بلانتس، ولكن الوحيده فيهم اللي فيها فاسكولار تيشوز اللي هي البتيردوفايتا، والجيمون سبيرمز والانجيو سبيرمز هذول عباره عن فانيوغامز او سيد بيرينج بلانتس. لازم نوضح هذه النقطه الاساسيه. فبالتالي ممكن احنا نعيد تقسيم النباتات الى مجموعتين كبار. المجموعه الاولى بنسميها كريبتوغامز اللي هي seedless plants نباتات لا بذرية، وهذا عبارة عن sub kingdom البادي فيها is not well differentiated لروت وشوت سيستم، ما فيش stem وleaves، reproductive origins بيكون hidden، ما فيش flower، ما فيش فيها seed، they don't have seeds، بتتكاثر بشكل أساسي ممكن بالspores. والcryptogams تقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول قلنا عنه اللي هو الثالوفايتا، والثالوفايتا الجسم تاع الكائن الحي ما بتقسمش
الى روتو شو سيستم، وعشان هيك بنسميه ثيلس. ولو قال لك ايش البارت يوز لاي كائن موجود ضمن الثالوفايتا، حتقول انه البارت يوز هو عباره عن مين؟ عن الثيلس. وهي طبعا الثالوفايتا تقسم الى عده مجموعات. المجموعه الاولى البكتيريا وهي يونيسلولر، وقلنا عن هذه بتشكل مجموعه المنيره او الاركي بكتيريا والايوبكتيريا، المجموعتين هذول بشكلوا المنيره. بعدين الالجي اللي هي بتحتوي على الكلوروفيل وبتقوم بعمليه البناء الضوئي. بعدين الفانجاي، وزي ما حكينا في الفيديو فيه هي عبارة عن هيتروتروفيك أورجانيمز، وممكن تكون سابروفايتس أو باراسايتس. وبعدين اللايكنز اللي هي عبارة عن أسوسيشن أو مجموعة من الفانجاي والألجي. في عنا المجموعة الثانية من الكريبتوغامز اللي هي بنسميها البروفايتا. والبروفايتا عشان نكون في الصورة هي عبارة عن حلقة وسط ما بين البتيردوفايتا اللي هي النباتات الوعائية البدائية وما بين الالجي. عشان هيك البادي ممكن يكون قريب من الالجي بنسميه ثايلويد، او ممكن يكون قريب من البتيردوفايتا او من النباتات الوعائية ونسميه اللي هو ليفي. طبعا لها حاجة اسمها اشباه جذور، عشان هيك فيها روت لايك ستراكشر بنسميه رايزويدز، ما فيش فيها ترو روتس، عادة بتنمو في الجدران اللي فيها رطوبة، وبتنجو بتنمو كمان في الباركس تاعت بعض النباتات. ما فيش فيها فاسكولار تيشوز انيمور، الكوندكتنج سيستم تاعها بريمتيف، بيعتمد على الديفيوجن والابسوربشن. ومثال عليها اللي هي المسز، زي ما انتم شايفين شكلها بيشبه الالجي، ولكن طبعا فيها نوع من الستيم بميزها انه يعني بعيدة عن الالجي او هي ارقى نوعا ما من الالجي. لكن الارقى منها هي المجموعة الثالثة من الكريبتوغامز اللي هي البتيردوفايتا، واللي هي اكثر واحدة فيهم فيها فاسكولار تيشوز. البادي كان بي ديفرنشيتد تو روت وشو سيستم بشكل واضح، في لها ستيم وفي لها روت وفي لها كل شيء، بس ما فيش لها سيد. وما دام فيش لها سيد معناته فيش لها فلاور وفيش لها فروت. فيها ليفز فيها تو روت، بتتكاثر عن طريق السبورز الموجوده على الليفز. فيها فاسكولار تيشوز بشكل واضح، ومثال عليها اللي هي الفيرنس او الصراخس. المجموعة الثانية من المجموعات النباتية، المجموعة الأولى قلنا الكريبتوغامي، وبتشمل في ثانية ثلاث مجموعات اللي هي الثالوفايتا والبروفايتا والبتيردوفايتا. نتكلم الآن عن الفانيروغامي أو النباتات البذرية أو السيد بيرينج بلانتس، وهذا عبارة عن سب كينغدم موجود فيها سيدز، البادي ديفرنشيتد تروت وشو سيستم، وبالتالي فيها كل الأورجنز تاعت النبات، فيها الستيم وفيها الفلاور وفيها السيد وفيها الفروت، وبتتكاثر عن طريق التكاثر الجنسي سيكشوال ريبرودكشن. لها قدرة تنتج السيد، السيد هذا ممكن تنمو إلى نبات آخر مماثل للبيرنت بلانت بشكل كبير. وتقسم الفانيروغامز أو الفانيروغامي إلى مجموعتين، المجموعة الأولى الجيمونسبيرمز اللي هي كاسيات البذور، واللي بتكون السيدز within the fruit tissues، وهي تقسم إلى زي ما قلنا قسمين، المونوكوت الجيمونسبيرمز سوري الجيمونسبيرمز هي اللي عريات البذور اللي بتكون فيها البذور not included in the fruit tissues، وهي طبعا زي الصنوبر وزي جانك جوبالوبا والصرو وخلافه. والمجموعة الثانية الانجيوسبيرمز اللي هي كاسيات البذور، واللي بتكون البذور are included in the fruit tissues، وهي طبعا هي النباتات الزهرية الحقيقية، وكان بي differentiated to root shoot system، وفيها full flowering system، وتقسم الى قسمين حسب الكوتوليدون الى مونوكوتوليدون ولا داي كوتوليدون. حناخد الفرق بين المونوكوتوليدون والداي كوتوليدون later on. Evolved أو Evolution Diagram. Evolution Diagram يعني Diagram له علاقة بالتطور، بفهمك كيف تطور النباتات. أول شيء بيبدأ عنده بالألجي، طبعا أقل كائنات قربا من النبات اللي هي الريد ألجي والبرون ألجي، لكن في القاع بيجي أو أن الكلوروفايتا أو الجرين ألجي هي أقرب للنباتات وأقل النباتات اللي هي إيش تطورة، وتنتمي إلى الثالوفايتا يعني كريبتوغامي، وتقوم بعملية التمثيل الضوئي. لكن الأرقى منها والإيفول إيفولفد منها يعني من ناحية إيفوليوشن أو من ناحية التطور اللي هو البروفايتا اللي هي المسز، اللي فيها تقريبا ستيم وفيها رايزويدز اللي هو روت لايك ستراكشر، بس ات از نون فاسكولار از ويل. بعدين بيجي عندي للترايكيوفايتا اللي هي النباتات الوعائيه او الفاسكولار بلانس. الترايكيوفايتا او الفاسكولار بلانس مش كلها كريبتوغامز صحيح، مش كلها سيدلس ولا كلها سيد بيرينج بلانس. اذا كانت سيدلس بلانس معناته هي بتيردوفايتا، اذا البتيردوفايتا
والبروفايتا والكلوروفايتا هذول within الكريبتوجامز أقل تطورا، لكن إذا الترايكيوفايتا في سيد فبنسميها السبرماتوفايتا. السبرماتو يعني إلها سبرماتوفايتا يعني هي عبارة عن الفانيروجامز، وهذه الفانيروجامز تقسم إلى قسمين اللي هو الجيمونسبيرم والأنجيوسبيرم، والأنجيوسبيرم تقسم إلى قسمين الدايكوت والمونو. هذا طبعا من ناحية الإيفوليوشن أو من ناحية التطور، فبنلاحظ أنه الأقل تطورا اللي هو الجرين ألجي اللي هو بينتمي للثالوفايتا للكريبتوجامي، والأكثر تطورا اللي هو الدايكوت اللي هو ينتمي للأنجيوسبيرم للفلاورينج بلانت للسبرماتوفايتا أو الفانيروجامي أز ويل. وطبعا في المحاضرة القادمة حنبدأ إن شاء الله نتكلم عن الثالوفايتا ونبدأ بالبكتيروفايتا، بس احنا ممكن يعني نبلش سلولي ونكمل في المحاضرة القادمة. نقول إنه الثالوفايتا هي أول مجموعة من مجموعات الكريبتوجامي، وطبعا هذا الثالوفايتا معروف إنه هي ما فيش إلها ديفرينشيشن لروت وشوز سيستم، يعني فيش فيها روت وشوز سيستم، عبارة عن وان بيس بنسميها ثيلاس، وبتشمل في ثناياها هذه طبعا ما فيش فيها زي ما انتم عارفين روت ولا ستيم ولا ليفز، وبتشمل في ثناياها ثلاث مجموعات أساسية: البكتيريا اللي هي بتشكل المنيرة واللي هي إيوبكتيريا، قلنا بتنقسم للإيوبكتيريا والأرك بكتيريا والأركيا والألجي والفانجاي، وبالإضافة لللايكن. بعدين بتجي المجموعة لللايكن، بتجي المجموعة الثانية اللي هي أول مجموعة فيهم اللي هي البكتيريوفايتا، والبكتيريا مهمة جدا، وإحنا عارفين إن البكتيريا هي مسببة للديسيز وهي مسببة للأمراض، وفقط 10% من البكتيريا صراحة مسببة للأمراض عشان تكونوا في الصورة. والبكتيريا تتكاثر بالباينر فيشن بالانشطار الثنائي، ما فيش فيها كلوروفيل، هيتروتروفيك تعتبر، ما عدا بعض الأنواع زي البلوغرين ألجي اللي بتكون فيها طبعا كلوروفيل وبتقوم بعملية التمثيل الضوئي. طبعا المحاضرة القادمة إن شاء الله سوف نستكمل، هنتكلم في المحاضرة القادمة عن البكتيريا ونكمل أنواع الألجي. زي ما حكيت الأسئلة المطروحة في هذا الشابتر غير مطالب إنك تعملها submission anymore، لأنه زي ما أنتم عارفين إحنا في النهاية مش محتاجين إنه نرهقه ومش محتاجين نتعبكم، فقط إنه أنتم تحلوا الواجب بتاع الأسبوع الماضي واللي تم تمديده زي ما أنتم عارفين لـ13 الشهر، وإن شاء الله نستكمل غدا في المحاضرة الثانية ونكمل شابتر 2 معا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.